يبدو أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب يسعى بكل قوته في تدعيم صفوفه في الموسم القادم بعد خسارة لقب الدوري وبطولة إفريقيا هذا الموسم. وبحسب ما كشف عنه الإعلامي محمد شبان عبر قناة الإتسية الفضائية، فإن الأهلي رفض الاستسلام والتراجع عن صفقة ضم الدول التونسي محمد بن رمضان لاعب الترجي. وأوضح أن الأهلي يتمسك بالصفقة رغم مغالاة إدارة الترجي في بيع اللاعب مقابل 3 ملايين دولار، لأن الخطيب يحاول استغلال علاقته برئيس الترجي حمد المدب لحسم الصفقة. وشدد أن مكالمة الخطيب مع رئيس الترجي سيكون لها دور في الفترة الحالية والوصول إلى حل وسط لإتمام الصفقة، خاصة أن هناك إجماع داخل شركة الكرة في التعاقد مع نجم الترجي في الميركاتو الصيفي. وفي خبر آخر، يملك الترجي هذا الموسم 6 أجانب قد يكونون الأفضل في جميع فرق القارة السمراء، وكلهم أسماء كبيرة، بداية بمحمد أمين توغاي وفوسيني كوليبالي، مرورا بصبر بوغرين وحمد الهوني، وانتهاء بالوافدين الجدد محمد أبو زريق شرارة ورياض بن عية. لكن وجود هؤلاء 6 وإن كان إيجابيا دون شك، لأنه سيشكل صداعا في رأس المدرب نبيل معلول، وذلك بسبب القانون الجديد للجامعة والذي يفرض إشراك 7 تونسيين في التشكيلة الأساسية و4 أجانب فقط، ما يعني أن لاعبين أجنبيين سيكونان احتياطيين. ولا شك طبعا أن الموسم طويل وفيه عدة منافسات، لكن الاستقرار أيضا مهم، والكوتش معلول يحبذ وجود تشكيلة أساسية واضحة لخلق التجانس بين اللاعبين، وهو ما يعني أن أغلب المباريات ستكون فيها التشكيلة هي نفسها. على دراما تربينا.